والذين هم على صلواتهم ايه يحافظون، يعني يؤدونها ايه في اوقاتها. لان الحفظ انك انت تاخذ كل شيء بميلاده، الظهر جه يبقى الناس بقى يقول لك لا، امتداد الوقت للصلاه يدل على انك انت في اي وقت، مثلا من صلاه الظهر من اول الاذان لحد ما يجي العصر، صلاه العصر من اول العصر لحد ما يجي المغرب، صلاه العشاء مثلا من اول ما تيجي العتمه او الشفق يغيب الى ان يجي الفجر، له صحيح هو كده. انما اذا ابقاك الله حيا الى ان تصلي العشاء قبل الفجر يبقى سقط عنك خلاص، ما انتش قاسي. انما من يضمن لك ان تعيش اليها؟ ولذلك الصلاه لوقتها، لانك لا تملك ان تعيش بعد، تظل غير آثم الى اخر لحظه. الذي يستطيع ان يحج خلاص يستطيع ان يحج، لو ربنا ابقاه لحد اخر مش عارف وبعدين يحج في الاخر يبقى خلاص. انما من ضمن له ان يعيش الى ان يحج؟ فاذا في اول استطاعه يجب ان تحج لانك لا تب، يبقى تأسم في اخر لحظه ان جه الوقت اهلا وسهلا.